هاي، كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة في لطاقة شهر برج الدلو. راح احكي فيها عن مشاعر الحبيب، نوعية، والى ما ستؤول علاقتكما. راح نشوف مستقبل العلاقة، كذلك راح احكي عن مشاعرك انت ونويك. ما راح انسى كذلك احكي عن العزاب. راح نشوف إذا في أحد جديد بحياتكم بشهر نوفمبر. يعني وكالعادة أنه القراءة تقبل أن تكون عكسية، لأنه فيها طاقتين، طاقتك أنت وطاقة الشريك. وكذلك يعني هالقراءة تنفع للبرج الشمسي والقمري والطالع، كلهم هالأبراج بتنفع لإلهم. شوفوا بس أي قراءة تنطبق عليكم أكثر واسمعوا لها. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني. عم يظهر لي برج الدلو كأنه كنت منتظر شخص، ممكن يكون برج الأسد، يبعث لك رسالة، يحكي معك. إذا ما كان شخص عم تحبه، ممكن عمل قدمت له وعم تنتظر الإجابة عليه. أوكي، وعم شوف كذلك في نوع من الجهد بتعمله لهالعمل، خاصة للناس اللي عاطلين يبحثون عن عمل أو بشغل بس بيبحثوا عن 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 فرصة جديدة. عم شوف انه الابواب مفتوحة والطاقة طاقة مفتوحة للخير ان شاء الله امامهم، اذا كان الموضوع عملي او كذلك حتى لو كان الموضوع عاطفي. انا عم شوف الشريك وطاقة الشريك هي بكارت النجاح العملي. هذه يعني كانه حاليا بلش يحصد ثمار النجاح العملي، وعم شوف انه في سعاده وفي نوع من الفرح يعيشه برج حبيب برج الدلو. عم شوفه عم يعيش نوع من النجاح العملي، وفي مردود عملي ياتيه من هذا العمل. عم شوف في فرح وفي سعاده، ممكن في بحس ممكن حتى لو كان بفترة معينة في فتور بالعلاقة، عم شوف انه الاوضاع صارت لانه في سعادة وفي راحة نفسية، وخاصة من ناحية العمل. عم شوفه صار يقدر حبك، صار يفكر بحبك اكثر. يعني موضوع عملي يعني ناجح فيها الإنسان، ممكن يكون هالإنسان برج الحمل. أما مشاعرك حاليا، عم تحس حالك في نوع من التوازن، أو يعني صرتوا يعني تتوافقوا في كتير من الأشياء أنت والحبيب. صار في نوع من التوافق أنت والشريك. عم شوف أنه صرتوا متشبتين ببعض أكثر، في نوع من التعلق من طرفك ومن طرف، وخاصة من طرفك انت يا برج الدلو. عم تشوف انه هالانسان بيعني لك الكثير، عم تشوفه شخص حكيم، عم تشوفه شخص ثابت وناجح، عنده كتير اشياء جميلة بحياته. ممكن كذلك تشوفه انسان معطاء، بيعطي للناس الاخرين، بحب الأطفال، عنده كتير أشياء إيجابية بشخصيته. أما هو عم شوفه إذا كان هالإنسان مبتعد عنك، فأنا بشوف في عودة لإلك، وخاصة أنا عم يظهر لي على أنه في بعد يعني بالمسافات أنت والشريك. إذا كنتم مبتعدين عن بعض، أنا عم شوف في رجوع من بعد غياب طويل، لأنه هيك أنا بيظهر لي على أنه في تجدد للحب وللعلاقة. كذلك الناس اللي كل مرة تسأل عن الطاقات، أنا طالع عندي برج القوس وبرج طلع عندي برج الجدي، وكذلك في
صراحة في كل الطاقات، في الأبراج الترابية والأبراج الهوائية وحتى المائية، حتى نارية عم تطلع بها القراءة. أوكي، عم شوف أنا ممكن الأشياء السلبية اللي ما عم تحبها بها الإنسان، كأنه طالت العلاقة، وحسيت أنه أوقات أنه ما راح تنجح هذه العلاقة. صرت عم تحس يا برج الدلو على أنه كل متمنياتك ممكن تكون فاشلة، أو كأنه ممكن يعني أنا بهدر وقتي مع هذا الشخص، لأنه أنت عملت على نجاح العلاقة بشكل جيد. بس أنا عم شوف في خير إن شاء الله، راح تتغير الأمور وراح تكون لصالحك يا برج الدلو. تطلع كل مرة إنه بفتح لتفسير كارت بيطلع إنه تتغير الأمور لصالحك يا برج الدلو. جيد جدا هالطاقة اللي عم تطلع عندي يا برج الدلو، إن شاء الله راح يكون خير لإلكم. عم شوف كذلك على إنه ممكن من الأسباب اللي عم تخليك تفترق مع الشخص أو تتزاعل أنت وهالشخص، عم يهتم كان عم يهتم للمردود العملي أكثر، وكان عم يبتعد عنك، كان بده فرصة عمل جديدة أو يبحث عن حاله يأسس حاله، لهيك ما كانت العلاقة تنجح أو بتكون يعني بتطول، يعني كنتوا بتتخاصموا لهذا الموضوع. أما بالنسبة لإله أنت يعني بشوفك شخص ناجح جدا، حتى ماديا، إنسان عم مقتصد، إنسان بتفهم بالفلوس، إنسان حتى بالاستقرار مستقر، يعني إنسان ثابت كتير. عم يشوفك شخص يعني معتدل وشخص هيك راكز. بالرغم من انه اوقات عم تتغير، اوقات عم تكون شوي كئيب يا برج الدلو، بس هو عم يتحمل هذه الطباع. عم شوف كذلك كأنه بأوقات ما يعني بتصير صبيانية انت يا برج الدلو، اوقات ما ما تتفهم ظروفها الخاصة، لهيك هو أوقات عم يزعل هذا الشخص. أوكي، عم شوف على أنه أنت تنوي الرجوع، خاصة للناس المفترقين، عم شوف أنه تنوي الرجوع. عم شوف كذلك في نية داخليا يا برج الدلو على انه الامور تتصلح من بعد هذا الخصام. للبعض في نوع من الخصام بيناتهم، وللبعض مبتعدين بعد مسافات، يعني مش بعد يعني مفترقين، يعني الافتراق المتخاصمين يعني، وفي ناس مبتعدين لانه المسافات بعدت بينهم. يعني انت بدك تتغير الاوضاع وترجعوا لبعض، بالرغم من انه يعني ممكن تتزاعلوا وتتخاصموا وكل هالاشياء بتجي على بالك. بدك تفكير، بدك ترجعوا لبعض، بدك ترجع العلاقة كيف ما كانت قبل. اما هو صراحة اذا كان مبتعد عنك فانا بشوفه شوفوا ندمان، ندمان جدا. بده يرجع الامور كيف ما كانت. كان عم يشوفك شخص ساحر، شخص كنت عم تتفهمه، كنت عم تعطي طاقة حلوة، كنت عم تكون معه بكل لحظة. بده بداية جديدة معك من كل بعد هالانتظار، اذا كان يعني بعد بينكم فراق. اذا ما كنتوا مفترقين، انا بشوف انه هذا الشخص بده يعني يغير الاوضاع لتصير احلى. اذا كان بينكم مشاكل انه تتغير الاوضاع وتصير احلى.
في نية انه ترجعوا لبعض. هو كذلك عم شوف في ندم كتير كبير، يعني يعني نتيجة أو مستقبل العلاقة رح نشوف. هو حاليا عم شوف ايه، في رجعة وفي عودة، طلعت تشاريوت وكذلك طلعت البرنسس اوف وومز، يعني في عودة، في رسائل رح تنحكى، لأنه في تفكير من بينك وبينه، في تفكير في بعض، عم تفكروا ببعض، عم تتخيلوا بعض، عم تتخاطروا مع بعض، في نوع من التخاطر. وعم شوف إن شاء الله في رجعة، وفي مسج رح ينبعت لك يا برج الدلو إذا كنتم مبتعدين. إذا ما كنتم مبتعدين فأنا أشوف، لأنه المسجات بهذا الوقت رح تكون جيدة جدا، وفيها تصليح لأمور كانت عالقة، وفي في نوع من رح يكون انسجام وألفة بينك وبينه. أما للناس العزاب، هل في شخص سيكون قادم بحياتهم؟ حاليا ما عم شوف، ما عم شوف. ممكن انت عم تفكر يا عزي برج الدلو، بتفكروا بالموضوع الحب وشاغل بالكم الموضوع الحب، وعم تفكروا هل يعني بفتى احلامكم، بس انا عم شوف في لمة اسرة وفي لمة عائلة اكثر، في اشتغال على الموضوع العملي. اذا كنتوا عم تتمنوا سفرة، عم شوف في تحقيق لموضوع السفرة، كذلك حتى موضوع اذا كان في موضوع لقضايا عالقة بالمحاكم، عم شوف موضوع ميسر، بس ما عم شوف في شخص قادم بحياتكم جديد. عم شوف انه في اهتمام لهذه المواضيع اكثر، للعائلة، للعمل، للموضوع تبع السفر، اي شيء يشغل هذه المواضيع. فانا عم شوفك عم تهتم فيها اكثر، وما عم تهتم ب يعني بالعلاقات. ممكن تتمنى، وفي امنيات كذلك، في امنيات كتير بقلبك يا برج الدلو انه تتحقق، وان شاء الله راح تتحقق يا برج الدلو، يا عزيز برج الدلو، خاصة العزيز. اوكي، نصيحة لإلك، بقول لك انه تكمل الطريق بالرغم من كل الهفوات او كل الاشياء التي بتشعرها يا برج الدلو. انا عم شوفك راح يكون خير ان شاء الله، خير راح ياتيك، وعم شوف في رزق جاي لإلك يا برج الدلو. بس اهتم بالموضوع العملي، واهتم للنجاح العملي والمادي اكثر، وخاصة عم يطلع لي كارت السفر. إذا أنت كنت ناوي على موضوع سفر، فأنا عم شوف الأوضاع إن شاء الله محلحلة. أنا هيدا اللي بيطلع عندي، ما طلعت عندي طاقة حب أو شخص جديد بطريقكم يا برج التلو، خاصة الأعزاب. عم شوف في نجاح عملي أكثر منه بالموضوع، موضوع الحب. طلعت 3 أوراق، رح أخذ نصائح لإلكم، رح نشوف شو رح يطلع لكم. طلعت عندي ورقة العزلة، يعني خاصة ممكن قراءة الناس المرتبطين. عم شوف في عزلة حاليا، بعزلة أنت والشريك، لأنه عم شوف بيطلع لي كتير أنه هالشخص مبتعد عنك، يا بالمسافات يا مبتعد عنك بالعلاقة، او ممكن تكونوا بعلاقة وكل واحد مبتعد. بس انا كيف ما قلت بالقراءة، عم شوف انه رح ترجعوا مع بعض، حتى لو كانت الاوضاع ليست سيئة، يعني كانت الاوضاع سيئة رح يكون في رجعة، وفي في نوع من الالفة. اوكي، كمان عم شوف للناس سوليتود، يعني للناس اللي عزاب، ما عم شوف انه
في علاقة، عم نشوف في نوع من العزلة والاهتمام بالأعمال بالمال والعمل أكثر، ما نشوف في علاقة بهذا الوقت. بقول لك بيطلب منك هالورق أنه تحب نفسك قبل ما تحب الآخر، وأنه تخصص وقت لطاقتك لحياتك، تهتم بنفسك. بقول لك انه ان شاء الله هالورق يعني رح يعطيك الرب الطاقة والقوة لتستغلها في الشفاء، وانه تصحح مسار حياتك. كلياتهم أوراق إيجابية، كلياتهم أوراق عم شوفون رح تعطيك الطاقة أو الإنرجي يعني تحقق ما تتمناه. هذا كل شيء كان لتوقعات شهر. أتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.